السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بكم. مرحبا بكم اخويا. عندنا انتم اللي ضياف عندنا. الله يحفظك. دوار واسنط. نعم سيدي. هذا في اقليم الحوز. في اقليم الحوز جماعه مكدال ويرقال الحوز. حتى هو متضرر من الزلزال. نعم سيدي متضرر من الزلزال. ورمضان يعني كتفطروا خارج المنازل. اول رمضان كاين ناس عندنا عندهم 80 عام عمرهم عقلوا على بحال هذا الزلزال اللي داز عندنا هذا العام. اول رمضان خرجنا للزنقه ما كناش في ديورنا. الله يجازيكم. شنو الرساله اللي تبغي توجه للمسؤولين؟ كنوجه الرساله للمسؤولين الله يجازيهم بخير يعطيونا داك الشيء اللي بشر لنا سيدنا. راه شار بهذاك الشيء وحنا مازال ما شديناش. ودابا راه كيقولوا للناس اللي بغى يبني الدار ديالو يريبها من عنده ويدير لنا واحد الالتزام ويكمل من عنده. هذيك جوج اللي شاد اللي كاين اللي شاد هذيك جوج اللي كاين اللي مازال ما شدهاش. وكيقول لهم المسؤولين ديال المنطقه دروك غادي تكتبوا لنا واحد الالتزام وتسنيوا فيها وتصلحوا بهذيك جوج. هذاك الوالد ديالك مسافر. الوالد ديالي كاين الدار ديالو وشدوا الزنزال هنا وشويه ما مات لي هذيك الليله وحيدوه عليا ورفضوه عليا ما شاد والو. مات لنا الكتيبه والديار الترابو والسبيطار ها هي ما كاينش فيها الطبه اللي قصتو غير العقربه خصو يمشي يجري حتى لتحنوت. والريزو راه ما عندناش والقرايه على قد الحال ما كايناش القرايه مزيان حيت الاساتذه كيجيو ما كاين ترانسبور ما كاينش سميتو. والناس راه تضروا مزيان وفي هذا البرد راه تكرفسوا الناس في القياطنا مزيان تكرفسوا مزيان. حنا دابا جينا عندكم الاقليم الحوز. اش من دوار هذا؟ دوار واسنطوز. مرحبا بينا عندكم. الله يبارك فيكم. الله مرحبا بكم. قول لي يا شريف انتم اول رمضان يعني كتفطروا على برا خارج يعني المنازل ديالكم؟ المنازل تنفطروا الفطور أول مرة الله. شي يعني شي حاجة اللي ضرك في قلبك أشناهي؟ سبيطار ما كان سبيطار ما كان دبيب ولا طريق السكينة ما سكينة غير في قيطان. شي رسالة بغيت توجهها للمسؤولين؟ لا الرسالة اللي غنوجهها للمسؤولين يطلعوا علينا ويشوفوا الحالة ديالنا كيفاش دايرة. الطريق راه أنتم شفتوها كي دايرة. الى غير الى بغى يذوب الغير بنا ما كاينش منين يدوز. الى بغاو الناس غير يوصلوا لنا المسالات ديالنا هنا ما كاينش اللي يوصلها. الطريق مضيقه ما كاينش. والريزو خاصنا الريزو في اقرب له. الله يجزيكم بخير. الله يرحم لكم الوالدين. وبالنسبه للسبيطارات فين كاين شي سبيطار؟ السبيطار ها هو قرب قريب ليكم. ها هو السبيطار ولكن خاوي ما فيه حد. ما فيه لا اطباء. مالو راه شوف سيروا شوفوا بعينكم. ولا مرض شي واحد فيكم اسمه كدير؟ مريض عندنا السيد اليوم عضو الحمار وما كاينش باش نهزو. والله العظيم الا لابيلانس ديال ويرقال اللي جات لهنا. دورنا للمقدم دورنا ما كاينش لابيلانس. وحده مشات ما عرفت واش مراكش وحده اخرى طلعت لتكنت. خص لي اللي يجي يدي. عيطنا على ويرقان صيفطوا لينا لابيلانس داتو. الله يجازيكم بخير. نتمنوا هذه الرساله توصل. الله يرحم ليكم الوالدين.